قام طيران التحالف الدولي ليلة أمس باستهداف 3 مواقع لجبهة النصرة، كما يقول قادة للجبهة، في الوقت الذي تخوض فيه الجبهة معارك في إدلب وريفها وفي جسر الشغور ومحيطها. قام طيران التحالف الدولي باستهداف 3 مقرات لهم، 2 منهم في ريف حلب في التوامة وواحد منهم في ريف إدلب. شيخي، إيش اللي صار بالضبط؟ متى تم الاستهداف في ريف حلب وفي ريف إدلب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. البارحة تقريبا الساعة 6 قبل المغرب استهدف طيران التحالف الدولي موقعين لجبهة النصرة في قرية التوامة، وموقع ثالث في قرية كن صفرة. عندما تكون في ضربة على جبهة النصرة في وقت شهدت فيه الساحة الشامية في الشمال السوري بالتحديد يعني فتوحات في منطقة إدلب، هذا الأمر يعني لا يدل إلا على أنه يعني تخوف من استمرار هذه الفتوحات عندما أصبح المجاهدين على مشارف معاقل الأسد في اللاذقية وفي مناطق أخرى. فيعني الأمر واضح جدا أن الأمر هو عندما تم استهداف مثلا في قرية كن صفرة، موقع لتجهيز وتصنيع قذائف الجهنم والهاون وغيرهم اللي نكلوا شدة تنكيل في النصيرية في هذه المناطق، أو هنا تم استهداف موقعين للأخوة، هي كانت عبارة عن خطوط إمداد خلفية للأخوة اللي كانوا يربطوا في جسر الشغور وغيره، والأخوة هنا كانوا على استعداد يعني في الأيام القليلة المقبلة كان في عندهم مثل غزوة أو معركة في أحد المناطق القريبة من هذه المنطقة. فكان الواضح أنه يعني الهدف هو أنه إفشال مخططات الثوار أو المجاهدين يعني إبقاء سيطرة النظام على هذه المناطق. لم تقتصر ضحايا قصف التحالف الدولي على عناصر جبهة النصرة، بل شملت أيضا للأسف عدة مدنيين. بدر الدقس هو قائد كتيبة مدفعية في حركة نور الدين الزنكي التابعة للجبهة الشامية، استشهدت ابنة أخته وهي في منزلها أثناء هذا القصف. أخونا بدر السلام عليكم. أخونا بدر، حكيت لي أنه بنت أختك استشهدت بقصف التحالف الدولي ليلة أمس أو مساء يوم أمس، إيش اللي صار بالضبط؟ والله أنا كنت غير موجود، يعني كنت في معركة في جسر الشغور. خبرونا الأخوة أنه طيران التحالف يستهدف مقر الأخوة في جبهة النصرة في قرية التوامي، وأنا كان منزلي ملاصق للمقر، وبنت شقيقتي كانت نازحين عندي بالبيت يعني، ونحن أغلب الأوقات بالمعارك يعني ما بنلفي على البيت أبدا، يعني هذا بيت مدني معتبر. استشهدت، صابتها شظية بالقصف، استشهدت يعني امبارح الساعة 6 المساء، كانت على سطوحة بتطلع على خزان المي وعند اللي ضرب التحالف المقر البلدية في قرية التوامي، واستشهدت الله يتقبلها من الشهداء. والله عمرها 9 سنين. الله يرحمها يا رب. الله يتقبلها. الله معك صورتها. ايه صورتها، تفضل. هذه هي، الله يتقبلها من الشهداء. هاي صورتها، هلا دفناها من شغلة نص ساعة. هذو الشباب اسعاف على تركيا وما لحقوا، استشهدت الله يتقبلها، طفلة يعني عمرها 9 سنين. يعني سبحان الله. طيب يعني المرة الأولى اللي بتعرضوا لها قصف بهذا الحجم، يعني ممكن ليش ما يكون مثلا قصف للنظام مو قصف للنظام؟ لا، هذا القصف يعني دقة الإصابة مستحيل، النظام قصف عدة مرات القرية وهيك بس ما حقق إصابات أبدا، وهالقصف دقيق 100%. شوف 3 صواريخ يعني سووا البناء على الأرض سبحان الله، والبيوت اللي حواليتها كلها دمرت، يعني شوف كلها بيوت مدنية عزل، وفي عالم يعني موظفين لهلأ بروحوا على النظام بيقبضوا وبيجوا، يعني ما عم فرق لا التحالف ولا النظام، لا عم فرق لا مدني ولا عسكري ولا شيء. لو كنت أنا بالبيت خيو ما في مشكلة، بس أنا ماني موجود طول الأوقات أنا بالمعارك. أنت الآن قائد في الجيش الحر، ماذا توجه رسالة للتحالف الدولي؟ رسالة التحالف ليس من المفروض أن يقصفوا بشار الأسد أولا؟ هذا المفروض، يعني أنا كنت معركة من المعارك بالملاح، يعني كنت عم بتفرج على طيارتين استطلاع للتحالف وطيارة بشار الميك تحته عم تقصف الجيش الحر، ما دام انتم عم تكذبوا بتقولوا بدكم تسقطوا بشار، روحوا اضربوا بشار بعدين بتعوا ضربونا انا، روحوا اضربوا بشار، طيران الاستطلاع بالسماء والميك عم تقصف فينا، كان معركه بالملاح عم تقصف مواقع للجيش الحر، نحن عم نتقدم على النظام عم تقصفنا انا وتركي بشار الاسد وطيرانه عم يتفرجوا عليه.